هل ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة؟ لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة، لأن القول الراجح أن مس الفرجين لا ينقض الوضوء، إلا مس الذكر إذا مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوء. وهذا القول الذي فصلناه قول الذي تجتمع به الأدلة. ومن المعلوم أن المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة أنه لا يمكن أن تمسه لشهوة، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه. نعم، بارك الله فيكم. نعلم أنه من المستحب للرجل في يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب، فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضا ولها نفس الأجر؟ وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها؟ هذه الأحكام خاصة بالرجل، لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة. أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد من في بدنه وسخا ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها. وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون. وأما قبلها بيوم أو يومين فلا يجزئ ولا ينفعه عن غسل الجمعة. كيف الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة؟ الاغتسال من الحيض هو أن المرأة تتنظف من آثار الدم، ثم تتوضأ كما تتوضأ للصلاة، ثم تفرغ الماء على رأسها 3 مرات، ثم تغسل سائر الجسد، ويحسن أن تضيف إلى ذلك سترا ليكون هذا أنظف وأطيب وأحسن. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. تقول في سؤال لها: هل علي أن أغتسل أو أغسل كل الملابس الذي استعملت في فترة الحيض؟ ليس عليها أن تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض، ولكن إن أصاب الدم شيئا منها فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط وتصلي في هذه الثياب، وذلك لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها. نعم. يقول السائل: هل ملامسة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ لا، ملامسة المرأة الأجنبية محرمة لا شك، وعلى المرء أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأن يحرص على أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقرب للبصر وأحسن للفرج، ولكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، إن خرج منه مني وجب عليه غسل ذكره وخصيتيه والوضوء، وإلا وإن خرج منه مني وجب عليه الغسل. والمهم أنه يجب على المرء أن يرضع بنفسه عن هذه السفاسف، وأن يبتعد عما يوجب الفتنة، فإن ذلك أسلم لدينه وعرضه. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ. قل: هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم؟ يقول في الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال 3، منهم من يقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقا، ومنهم من يقول إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من توسط وقال إن مسها لشهوة ينقض الوضوء، ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء. والصواب في هذه من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة، لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة، إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة، يعني أنه ينتقض وضوءه. وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض، وذلك لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة، بل إنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض. وأما قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء إلى آخره، فإن المراد بالملامسة هنا الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا مقتضى سياق القرآن الكريم، لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى أحد أسباب الوضوء، أو لمستم النساء إشارة إلى أحد أسباب الغسل، فتكون الآية دالة على الموجبين، موجب الوضوء وموجب الغسل. ولو قلنا أن المراد بالملامسة اللمس لكانت الآية دالة على سببين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل، وهذا نقص في دلالة القرآن، فعليه نقول إن حملها على الجماع كما فسرها به ابن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته.
فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية، فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم، وذكر أيضا الموجبين للطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن. وعليه فنقول إذا قبل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض الوضوء إلا إن خرج شيء، وكذلك هي بالنسبة وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها. وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعا الغسل، لحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل، فلما استيقظت فجرا شاهدت الطهر ولا تدري متى حصل هذا الطهر، فهل عليها صلاة العشاء أيضا لو استيقظت بعد طلوع الشمس، وهل تصلي الفجر أم لا يا فضيلة الشيخ؟ إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده، فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، ولكن عليها أن تبادر وأن تغتسل لتصلي الفجر في وقتها، ولا يحل لها أن تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساء، بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. وإذا كانت تقول إني أريد أن أغتسل اغتسالا يكون منظفا، قلنا اغتسلي اغتسالا تقومين فيه بالواجب وصلي الفجر في وقتها، وإذا أصبحت فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسالا منظفا بالصابون أو غيره. امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل فلما استيقظت، سمعت بأن مشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ولا قص الأظافر والغسل، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها، ويجوز أن تغتسل من الجنابة مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة، أو يباشرها زوجها في غير الوطن فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة. فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم. نعم. عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء، هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه؟ الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر، فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح. نعم.